السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بعد فشلها بحرا، أمريكا تستعين بدوريات جوية في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل. بدأت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاثنين استراتيجية جديدة في البحر الأحمر، وذلك في أعقاب طرد أسطولها العسكري من البحر الأحمر. وأفادت مصادر ملاحية بأن القوات الأمريكية بدأت تسيير دوريات جوية على امتداد حدود الملاحة البحرية في اليمن، مؤكدة مشاهدة دائرات تجسس أمريكية مسلحة تجوب أجواء البحر الأحمر في الغرب وصولا إلى بحر العرب بالشرق. وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها القوات الأمريكية دوريات جوية لمراقبة حدود الملاحة البحرية منذ إعلانها الحرب على اليمن مطلع العام الجاري، في محاولة لوقف العمليات اليمنية ضد الملاحة الإسرائيلية. وجاء نشر الدوريات الجوية مع فشل الولايات المتحدة في إعادة نشر بواريها في البحر الأحمر منذ قرارها سحب أسطول حاملة الطائرات آيزنهاور. وقد تكون الدوريات الجوية بديلة للانتشار العسكري البحري الذي بات مهددا حاليا مع إدخال اليمن أسلحة جديدة للمواجهات، أبرزها الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والصواريخ الفرد صوتية. ومع أن نشر دوريات جوية لمراقبة الملاحة مكلفا، إلا أنه قد يكون أيضا هدفا سهلا للقوات اليمنية التي سبق وأن أسقطت عدة طائرات مسيرات أمريكية من نوع MQ-9 والتي تعد فخر الصناعات العسكرية الأمريكية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.